ومعنا الآن عبر الهاتف نائب رئيس المجلس الرئاسي المقترح علي القطراني. أهلا بك سيد علي. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. أطلعنا على حيثيات قرار مجلس النواب لرفض منح الثقة لتشكيلة حكومة الوفاق غير الدستورية. أولا في البداية تحية لك ولمشاهدينا الكرام. برضو لابد في هذه اللحظات نحب نهني جيشنا الوطني وقواتنا المسلحة على الانتصارات والحسم اللي بات قريبا جدا جدا، ونترحم على شهداء الجيش الليبي من بداية عملية الكرامة اللي اليوم ترجمها نوابهم الشرفاء داخل قبة البرلمان ان دماءهم لن تضيع هدرا برفضهم لهذه الحكومة وحكومة الوصاية اللي كان هدفها تقويض الجيش، مستهدفة الجيش. فهنيئا للشعب الليبي بنوابهم الشرفاء المخلصين اللي اليوم اكدوا عزمهم على رفضهم لهذه الحكومة، عكس النواب الرخيصين بايعين الذمم اصحاب المصالح الشخصية والمناصب. هذا يوم تاريخي في مجلس النواب وللنواب الشرفاء اللي ترفع لهم القبة برفضهم لهذه الحكومة. سيد علي، أطلعنا على حيثيات قرار مجلس النواب لرفض منح الثقة لتشكيلة حكومة الوفاق غير الدستورية. طبعا الرفض جاء بعد اكتمال النصاب لمجلس النواب اللي هم كانوا يحاولوا يعرقلوا فيه أكثر من مرة، يحاولوا ما يعرضوش جلسة لأن بعد ما يتم التصويت سيكونوا في موقف محرج، وهم متأكدين أن هذه الحكومة يتم رفضها، وكانوا يحثوا في بعض النواب ويدفعوا في بعض الرشاوي لا يحضروا الى طرق لعقد الجلسه. وللاسف بعض النواب اللي جوا اخيرا اللي احتضنتهم طبرق وبداوا الان يقولون طبرق غير امنه وداروا المستحيل بحيث ان توقف هذه الجلسه. ولكن نهني بعض النواب اللي كانوا مؤيدين للحكومه وبعد ما شافوا المجلس الرئاسي وتصرفات المجلس الرئاسي وتفويضها لحكومه لم تقسم اليمين ولم لم نراها في اي عهد من الحكومات بتفويضها بصلاحيات مفوضة على الشعب الليبي بدون مرور على مجلس النواب، وكان يتحجز ان مجلس النواب لما ينعقد. ولكن اليوم الحمد لله تكامل النصاب وتم رفض الحكومة داخل قبة النواب، والان الامور وضحت وتعتبر هذه الحكومة كان لم يكن وجميع قرارها ملغية. وبرضو المجلس الرئاسي فليعلم الجميع ان المجلس الرئاسي لم يتم التصويت عليه داخل المجلس النواب، عبارة عن تمت التوافق بالموافقة على الاتفاق السياسي بشرط الغاء المادة الثامنة، وهذه المادة لم تتحقق ولم تسقط، معناها هذا المجلس الرئاسي لم ينال الثقة كما يدعون من المجلس النواب. ما نراه الآن من المجلس الرئاسي اغتصابا للسلطة في ليبيا، كما كررنا دائما معتمد على بعض الدول الأجنبية اللي تسير فيهم كيف الدمية كيف ما يبوا، خاصة بريطانيا وأمريكا. والآن وضحت الأمور بالكامل، وعليهم أن يخرجوا من هذا المشهد، وأن الليبيين ومجلس النواب نحييهم لابد يتحمل مسؤوليتهم، هو الجسم المنتخب الشرعي الوحيد في اختياره ل حكومة طواري أو رئيس العودة المسودة الرابعة إذا يبوا توافق، وبشرط تكون صفة القائد الأعلى عند مجلس النواب. إذا ماذا بعد خطوة رفض الحكومة سيد علي؟ مجلس النواب منعقد بعد عقد رفض الحكومة، لابد من السعي فورا. الان ليست لدينا حكومه الا حكومه المؤقته حكومه عبد الله الثني، والان لابد انهم يرجعوا للمسوده الرابعه او المجلس الرئاسي ينسحب من المشهد، على ان تشكل لجنه الحوار بتطعيمها باشخاص وخاصه من برقه، بحيث ان تجلس لجنه الحوار واعاده النظر في الاتفاق السياسي وتشكيل حكومه من او رئيس ونائبين والتنسيق مع مجلس النواب، لانه هو الجسم الشرعي اللي عندنا في ليبيا الان. سيد علي القطراني نائب رئيس المجلس الرئاسي المقترح، شكرا لك.